نستكمل حملتنا دعم الصناعة المصرية، وإحنا النهاردة في مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، تحديدا في مجموعة المهدي لصناعة اللدات والطاقة الشمسية والإلكترونيات. طبعا النهاردة عايزين نعرف إيه المصنع، إيه اللي بيتم فيه، إيه الصناعة اللي بتتم فيها، إيه المكون المحلي من صناعة اللدات، الطاقة الشمسية بيتعاملوا بيها إزاي، خاصة اتجاه العالم دلوقتي كل دول العالم بتتجه للطاقة الشمسية والطاقة البديلة والطاقة الجديدة والمتجددة، إيه العمالة اللي موجودة هنا بيستفيدوا مثلا، إزاي هل في طلبة بيتعاملوا مثلا بيجيبوهم مثلا من التعليم الفني وبيتعاملوا معاهم هنا بعد كده بيبتدوا يشتغلوا في المصنع بطريقة أو بأخرى، بيكملوا زي ما أنتم شايفين هنا ما شاء الله، يعني كل الصفين اللي ورايا دول كلهم من التعليم الفني، عندهم تقنية عالية وفي نفس الوقت مدربين وكوادر مهمة جدا فنية تقدر تتعامل بالتقنيات الجديدة. النهاردة هنشوف في مجموعة المهدي حاجات ممكن نكون نشوفها لأول مرة ونعرف ايه يعني الجديد فيها وايه المتطور فيها. تعالوا مع بعض نشوف. مرحب دلوقتي بالمهندس علي المهدي، رئيس مجموعة المهدي جروب لإنتاج الإلكترونيات والطاقة الشمسية واللدات. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. شايفة ما شاء الله، قبل ما تبتدي تشرح لنا عن أي حاجة، حاجة فعلا مشرفة جدا، احكي لنا كده الإنتاجات بتاعتكم، إنتاج هنا إيه، إنتاج صناعات إيه بالظبط عشان المشاهدين يفهموا، والمكون المحلي منها قد إيه؟ والله احنا طبعا احنا المجال بتاعنا الطاقة الجديدة المتجددة عامة، صناعة الليد، الطاقة الشمسية، مواتير مياه بالطاقة الشمسية. احنا كنا شغالين في مجال الالكترونيات، كنا بنصنع الرسيفر والدش في 2013، جت توجهات الدوله انها اتجهت ان احنا نبتدي نشتغل في صناعه الليد والطاقه الشمسيه، ونتجه اتجاه لتوفير الكهرباء في مصر. بدانا ان احنا انشانا مصنع وزودنا طاقات الانتاج، عملنا مصنع تاني، بدانا ان احنا نشتغل في كشافات الشوارع، البانل، اللمبات الليد، الطاقه الشمسيه، اليافطه المضيئه بالطاقه الشمسيه. قوي موضوع اليوفط بالطاقة الشمسية، وان احنا نتجه لاتجاه يعني مثلا لمبات كتيرة يكون عندنا بالطاقة الشمسية واستخدام الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة، إيه وصلتوا يعني لأي حد من موضوع الطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية احنا عملنا مشروعات كتير للدولة، احنا مركبين فوق المصنع 100 كيلو بنبيع كهرباء والله فوق المصنع موجودة 100 كيلو بنبيع كهرباء لوزارة الكهرباء، احنا بنركب محطات طاقة شمسية لوزارة الكهرباء فوق المباني بتاع وزاره الكهرباء، مركبين قاعده محمد نجيب العسكريه احنا عاملينها بالكامل محطه طاقه شمسيه. والله كويس. الشوارع 4500 عمود احنا اللي عاملينهم في قاعده محمد نجيب بالطاقه الشمسيه. صناعه الليد كشافات الشوارع، بدانا ان احنا المصنع الوحيد، يعني مش هقول المصنع الوحيد بقى، احنا النهارده وصلنا ل 65 او 70% انتاج محلي. ايوه ده كان يهمني اسالك على الانتاج المحلي. كشاف الشوارع وصلنا 60 65 70% وبنحاول ان احنا نزود النسبه، كل مكوناته محليه، محل 100%. حلو قوي. المنتج المصري النهارده بينافس، يعني حياتك لو اتفرج على المنتجات الموجوده قدام حياتك ده منتج، هو انا شايفه كمان يعني غالبيه اللي بيشتغل يعني بنات، البنات دي على فكره خريجه الكترونيات، معظمهم مش معظمهم، هنقول 100% منهم في الصيف احنا جبناهم هنا عندنا اتدربهم 3 شهور الصيف، سنه اولى وثانيه وثالثه، اخترنا منهم المتميزين تعليم فني، تعليم فني طبعا، وعاملين بروتوكول مع محافظه اسكندريه. جميل قوي الكلام ده. بنبعت باصات نجيب الطلبه ايام الدراسه، بنجيبهم 3 ايام في الاسبوع، مره باصات تطلع من عندنا، مره محافظه اسكندريه بتبعت لنا الباصات، وبنيجي اخر السنه بناخد المتميزين، وغالبا بيبقوا كلهم متميزين. جميل، لان انت مدربهم فهو واخد التعليم الفني وفي نفس الوقت واخد يعني التعليم اللي هنا بقى العملي، يعني فاكيد بقى انت طالع بكوادر. كلهم فنيين وكلهم الكترونيات. النهارده المنتج بتاعنا غريبا ان هو يعني كلهم بنات. كلهم بنات، ما اصل ما ينفعش النهارده انا عندي المصنع بنات، مش هجيب ولد جنب بنت في مصنع، خلاص مصنع بنات والكترونيات، وهم اللي بيدوا من النهارده البنات. حاجه جميله قوي. هم البنات اللي شايلين النهارده الشغل كله، لو حضرتك شفت المصنع النهارده هتلاقي تقريبا 80 85% كلهم بنات، هم الانتاج كله حضرتك كله الكترونيات. المنتج بيخضع لاختبارات عديده. هم بيعملوا ايه؟ هنا بتختبر، بتحط الـ البورده نفسها
في الاختبار لمدة ساعة، وبتاخد عليها قياسات لدرجة الحرارة زي ما حضرتك شايفة كده. هنا بقيس درجة الحرارة، بختبر ان هو بعد ساعة ايه اللي بيحصل. بخش هنا بختبر حاجات تانية، دي مرحلة تانية من الاختبارات، بختبر الوات والامبير. دي كشافات بقى، دي الجزء اللي بيركب في كشاف الشوارع. يعني انا عندي هنا مثلا لو انا بصيت اتجاه التاني هنا هنلاقي هنا انا بعمل له اختبار، مره يطفي يشتغل 220 ومره يشتغل 85 فولت. عشان احنا عندنا داخلين في مجال الالكترونيات وصناعه الليد، فلازم يكون عندي معمل. انا قبل ما ابتدي اعمل منتج واطلع المنتج بتاعي، فلازم اجيب عينه عشوائيه وبتمثل تقريبا 3% ل 5%، بنعمل لها اختبارات. في مهندسين بيبتدوا من هم نعمل داتا شيت للمنتج للاجهزه. دي جهاز السفير اللي هو بنحط بناخد المواصفات بتاعت اللمبه نفسها، بنحط اللمبه جوه هنا زي ما انتم شايفين كده. اللمبه اللي موجود جوه اهي بتجيب لي القياسات بتاعتها والداتا شيت بتاعتها، هل هو المنتج كده مطابق ولا مش مطابق. بنحط كمان عندي جهاز هيتر، عشان لو انا عايز اعمل اختبارات هتتحمل درجه حراره قد ايه في الجو. وبحط ان هو المنتج بتاعي لوقت معين، اختبر الاختبارات بتاعتي واطلع المنتج بتاعي. هنا الجزء دوت كشاف الشوارع، اول ما بيجي الجسم نفسه بيجي من مرحله الدهان. زي ما قلت لحضرتك احنا بنصنع الجسم بالكامل للكشاف عندنا. مبسوطه قوي موضوع البنات اللي انا بشايفها في كل دي ميزه. بص حضرتك المنتج، بص المنتج والكواليتي والشغل نفسهم. لا خبره، ما انا بجيب البنات دي انا بدربها عندي، هم كوادر ما شاء الله يعني. لا كلهم الكترونيات وبسم الله ما شاء الله. بص حضرتك ده شغل ما يعملوش غير ولد، ده شغل ولد. بنت بتعمله فاهمه هي بتعمل ايه، بتطلع ده كده. هي بتحط ماده سيليكون عشان اليد حياتك، زي ما انت حياتك عارفه ان انا عشان نقول يعني عايزه اسالها بس حاجه. السلام عليكم. ازيك؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ هدير. هدير انت بتشتغلي هنا بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين. انت الباشمهندس بيشكر فيكم قوي، بيقول ان انتوا كلكم كوادر فنيه ماهره، يعني مش بس حد بيشتغل كده وخلاص. احنا الباشمهندس لما دربناه قدرنا نشتغل ونعمل اللي هو عايزه. ربنا يوفقكم يا رب. احنا خدنا احنا الشركه حصلت على الايزو بالبنات اللي موجوده. كنت اقول لك يعني المعامل والحاجات دي اكيد لازم تكونوا خدتوا ايزو. واخدين ايزو، واخدين بكل فخر صنع في مصر، مسجله باسم الشركه طبعا تحت رقابه وزاره الصناعه ووقت التنميه الصناعيه. المنتج بتاعنا بنعمل له اختبارات في معامل اوروبيه ومعامل وزاره الصناعه، معامل رقابه على السيارات والواردات، كليه الهندسه، قبل ما بنبتدي ان احنا نقول ان احنا هننزل المنتج بتاعنا السوق. حضرتك زي ما انت شايفه كده الجسم ده جسم المعدن. بعد ما خلاص احنا دهناه واتعمل الوضع اللي احنا شايفينه ده كده، منتج نتكلم عليه ان هو ده كده 60 او 70% مصري. الفوم، الكراتين، كل المنتج ده كله تقريبا ده ما يبقى 100% مصري ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كلهم بنات زي الفل ما شاء الله، يعني عندك مجموعه ماهره ما شاء الله. حضرتك كمان فوق، كمان خط الانتاج فوق كمان، والمصنع الثاني هتشوفي مراحل كلها بنات، والمنتج هتشوفي الكواليتي بتاعته بيطلع في الاخر الفينش بتاعه. انا ببقى سعيد والناس سعيده بيه، وكليه الهندسه مش مصدقين ده منتج مصري لما بيمسك المنتج في الاخر. وعمالة يعني عندك العمالة، بنتكلم احنا بقالنا سنين عايزين يعني بالنادي بالعمالة الفنية، مش خارجين فقط الكليات، لا احنا محتاجين زي الدول المتقدمة العمالة الفنية، فانت مطبق ده، فيعني بجد بحييك قوي. ربنا يخليك يا فندم. احنا بنشجع اي حد النهاردة عايز يجي يشتغل في المصانع يجي يتدرب عندنا شهر واتنين، وممكن نعين ناس. احنا محتاجين، يعني احنا بنقول احنا محتاجين. حضرتك هتشوف الخطوط الانتاج محتاجة عمالة كتير ان احنا نبتدي ان احنا نشتغل. حضرتك مصنع جديد، منتج جديد النهارده، حضرتك هتقص الشريط بتاعنا، افتتحه النهارده دلوقتي. يلا بينا.
بقى ده المنتج الجديد والمصنع الجديد. منتج جديد وحضرتك النهارده اول يوم، اول بدايه انتاجه النهارده. الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. زي ما حضرتك شايفه كده احنا بنجيب البلاستيك، خامه البلاستيك، وبنبتدي ان احنا نشكل. بص حضرتك المنظر بقى، تشكيل بيتعمل بالمنظر اللي احنا ده كده. بعمل اشكال اللي انا عايزها وبعمل هنا. ده ليد برضه. ده ليد طبعا، ده كده ان احنا عشان نقول ان احنا بنصنع منتج مصري. ده كده اهو زي ما حضرتك شايفه المكنه اهي، بيطلع منها بيتقص منها الجزء اللي هو البلاستيك ده، بيطلع ده مقاس، في مقاسات ثانيه زي ما حضرتك شايفه هنا اهو برضه، مقاس ثاني. بعمل مقاسات مختلفه واشكال مختلفه، انا عايز انزلها للسوق بمنتج جديد يضاهي المستورد. ايوه لسه هقول لك، انت يقدر تنافس المستورد؟ بنافس المستورد. انا النهارده بعمل اتفاقيات مع افريقيا لان افريقيا بتحب الحاجات دي ما شاء الله. وده الشغل الجديد اللي هو بدل النجف ده بقى، بدل انت بقى هتبتدي تنتج للتصدير. المنتج ده معمول للتصدير ومعمول للسوق المحلي طبعا. السوق المحلي وتقدر تنافس بيه. لو انا النهارده جيت حبيت ابص ان اهوت، انا بختبر الكشاف، عايز هنجيب كشاف دلوقتي واحد كامل دلوقتي ونبص عليه. الكشاف نفسه بيعمل اضاءات مختلفه، ان انا ممكن اخليه اللي عايز اللون الابيض، عايز اللون الورم. ده بقى بتاع اطفال؟ ده عايز اطفال بقى. لو انا عندي، انا بنتج ده للاطفال. لو انا عايز النهارده احط في اوض اطفال كشافات زي كده، كل واحد بقى بيختار الشكل اللي هو عايزه، باللون اللي هو عايزه، بالاضاءه اللي هو عايزها، بالفريم الخارجي اللي هو. لان انا بخلص المنتج بتاعي بفريم تاني من هنا، باضاءه تانيه، في الاخر خالص بطلع منتج. لا انا بنافس المستورد بجد بقى، لان انا شفت بره وعارف ان انا ايه اللي انا بعمله، بعمل حاجات احسن من المستورد. زي ما احنا ما شايفين كده، كارت الليد بتيجي بالمنظر ده كده من بره مستورده. احنا بنبتدي نقص، بنقصها، بنعمل لها اختبارات هنا عشان اتاكد انها سليمه، مش اقفلها وانزلها السوق ويطلع الكشاف فيه مشكله او فيه عيب. لا انا بعمل له اختبارات هنا، بتاكد ان هو شغال. بخش على مرحله التجميع اللي هو بيركب في الجزء اللي هو المعدني اللي انا اصلا بنصنعه. ده بيتصنع عندنا في المصنع هنا 100%، بنجيب الصاج محلي وبنصنعه وبندهنه. يعني كله كده 100% محلي؟ محلي كده. بنحط الكشاف بالطريقه، الكارتات الليد في القاعده بالطريقه اللي احنا بنعملها كده. بتخش على مرحله التجميع ومرحله الاختبار هنا اهو. يعني انا كده اهو، دي مرحله انا بختبر. ده كده طلع شكل منتج نهائي، شكله جميل قوي. ده منتج ده ذهبي، ولع يا بنتي. ده كده الله، ده شكله جميل قوي. اطفي ولع تاني. لون ورم حسب ارتياح العميل، هو عايز ايه. اطفي ولع تاني. يعني هو في الامكانيه دي والامكانيه دي. ده منتج مصري صنع في مصر، انا افتخر ان انا صنع في مصر. ده منتج مصري، ده كده بيضاهي المستورد وبيتفوق عليه. منتج مصري بينزل الاسواق. اشتري سعر المنتج المصري بسعر قد كده اقل بكتير من المستورد، ووفرت عمله، ووفرت وشغلت عماله، وعملت منتج كويس، واديت اللي البلد عايزاه مني في المنتج المحلي. ربنا يخليك يعني، وما شاء الله، والف الف مبروك. الف مبروك لك. احنا وصلنا هنا بقى لصناعه الليد. هنا بنصنع بقى اللمبات الليد، اللمبات العاديه، اللمبات التيوب، كل انواع اللمبات الليد احنا بنصنع هنا. طبعا في مقاسات مختلفه، بنبدا من 4 واط لحد 12 واط. ايه الفرق بقى بين اللمبه الليد في التوفير واللمبه الثانيه؟ اللمبه الليد في التوفير، يعني انا النهارده لما اجي اقول دي لمبه ليد 9 واط، يعني عندي لمبه 120 واط من القديمه. لما نيجي نقول لا، اللي عنده نجفه فيها 10 لمبات بيحط لمبه 60 واط اللمبه الواحده، لو 10 لمبات يعني 600 واط. انا بحط له 10 لمبات اللمبه 4 واط يعني 40 واط، يعني لما اقول من 600 واط نزلت ل 40، يعني لو انا قلت الواط بجنيه يعني هو عنده 600 جنيه هيدفعهم، لا انا هدفعه 40 جنيه بس. فرق كتير قوي 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 في صناعه الليد من اللمبات العاديه. السلام عليكم. ازيك؟ خليكي لابساها. ده اختبار نهائي. طب ولازم تلبسي نظارة؟ عشان عينينا. عشان
عليها من فوق جامد، بنحافظ على امنهم، ان احنا لازم تبقى لابسه، انا دي تعليمات الصحه، لازم ان انا امن والامان، لا لا عشان النهارده دي اضاءه عاليه لازم ان انا اخليها تبقى لابسه نظاره غامقه عشان الاختبار، عشان عينيها ما تاثرش عليها. هنا مرحلة التغليف، احنا طبعا الكراتين ان هو طبعا صناعة مصرية، احنا عشان المنتج بتاعنا بكل فخر صنع في مصر، فبنلزق عليه الستيكر بتاع بكل فخر صنع في مصر، ودي اعتز بيها ان انا منتج مصر. جميل قوي، ربنا يوفق حضرتك، وما شاء الله يعني حاجه فعلا مشرفه جدا. اذا كنت انت بتفتخر ان دي صناعه في مصر، فاحنا جايين لحد هنا عشان نوري لكل مشاهدينا ازاي الصناعه المصريه وصلت للتقنيه العاليه دي، مصريه وبايدي بنات ترجل. تحيا جمهوريه مصر العربيه، تحيا.